نتيجة إلى يعني هذه الاشتباكات والمواجهات والتي يعني مسرحها محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم والقصر الجمهوري. بالأمس أيضا شهدت مدن بحري أمدرمان شرق النيل مواجهات بين الجيش والدعم السريع، وكذا الحال في طريق الخرطوم مدني في منطقتي الباجير والمسعودية. هنالك تبادل للاتهامات بخرق الهدنة حيال هذا الموقف. تعالت الأصوات بضرورة التزام طرفي الاقتتال بالهدنة وتمديد هدنة العيد وفتح الممرات الآمنة لتقديم الخدمات الإنسانية وتسهيل عمل الطواقم الطبية حتى يعني يحصل المواطنون على المأوى الآمن والغذاء والرعاية الصحية. يعني هنالك يعني جهود تبذلها السفارات بالتنسيق مع السودان يعني نقل رعاياها أو إجلائهم من المناطق التي تحتدم فيها هذه الصراعات. هنالك يعني السفارة الأمريكية تقول في بيان لها إن يعني نسقنا معهم في الإجلاء مع السودان مع البرهان ومع دقلو، وأن العملية يعني تمت، وتقول إن التواصل في عملية الإجلاء تم مع البرهان ودقلو، وتقول إنه سيتم نقل قطع بحرية على البحر الأحمر. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن جيشنا أجرى عمليات ناجحة لإجلاء موظفي الحكومة الأمريكية. أيضا السفارة الأمريكية يعني في الخرطوم يعني أغلقت أبوابها خاصة مع بدء عمليات أو مع إجلاء رعاية مع إجلاء الرعاية الأمريكيين. أيضا هنالك السفارة الهولندية تقول إنها تعمل على نقل رعاياها إلى مناطق آمنة، ووزارة الدفاع التركية قررت إجلاء مواطنيها من مناطق النزاع في السودان. الخارجية الفرنسية أيضا تبدأ في إجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان، وقالت إنها بعد انتهاء عملية الإجلاء ستوقف عمل سفارتها نتيجة لهذه الأوضاع التي يشهدها السودان نتيجة إلى هذه الاشتباكات الضارية بين الجيش وبين الدعم السريع. أيضا طيشت هنالك حركة خاصة للمواطنين يعني هنا في ولاية الخرطوم للخروج من دائرة الاقتتال في يعني خروج جماعي، الكل حزم أمتعته ما خف منها متوجها إلى أقرب ولاية هي تشهد أمنا وأمانا، هي ولاية الجزيرة، هي أقرب ولاية إلى العاصمة السودانية الخرطوم. فلذلك يعني ولاية الجزيرة بدورها أعلن عدد من أهاليها بأنهم سوف يستضيفون الفارين من جحيم الحرب من الخرطوم. وأيضا هنالك يعني جهود تطوعية إلى تجهيز يعني بيوت ومنازل مهيئة تماما لاستضافة الفارين من جحيم الحرب من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة، وهي أقرب ولاية إلى ولاية الخرطوم. يعني المواطنون في محاولة إلى الفرار من الخرطوم رغم خرق هذه الهدنة والقتال الدائر بين طرفي نزاع الجيش والدعم السريع نسبة لهذا الاقتتال والمعاناة أيضا نتيجة لنقص المواد الغذائية. يعني هذه الأوضاع كلها جعلت من المواطنين أن يختاروا الفرار، بالرغم من أن هذا الطريق الذي يختارونه في الفرار من ولاية الخرطوم إلى ولاية الجزيرة أيضا محفوف بالمخاطر. حيث أيضا في هذا العجل الذي يظهر على الشاشة فيه ويقول الجيش السوداني أن عناصر متمردة ترتدي زي الجيش وتقوم بأعمال نهب وبانتهاكات لإلصاق التهمة بالجيش، هنا أسألك طارق عن طبيعة الانتشار العسكري ووجود عناصر الطرفين سواء قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، أين يتواجدون؟ طبيعة الممارسات التي يقوم بها كل طرف؟ نعم هنالك ارتكازات للجيش وهنالك أيضا ارتكازات للدعم السريع. هنالك مناطق يعني
تكاد تجد فيها الجيش، وكذا الحال لا يوجد فيها الدعم السريع، وبالمقابل هنالك ارتكازات يعني تجد فيها انتشار للدعم السريع يعني، وأيضا الجيش السوداني يكون في يعني ارتكازات أخرى، خاصة يعني في مثل هذه الأوضاع أن كل طرف يحاول أن يؤمن المناطق الاستراتيجية في عمليات وفقا لاستراتيجيين لكسب النقاط في يعني خاصة المواقع الاستراتيجية الخاصة بين طرفي الاقتتال إذا كان الجيش أو الدعم السريع. يعني كل هذه العمليات التي نشاهدها مثلا إذا كان يعني عمليات كما أسلفت أنت في العاجل، يعني هنالك يعني لا يمكن أن نتبين يعني من خلال هذه الفيديوهات كل طرف يعني يقول إن يبرئ ساحته بأنه هو ملتزم مع كل قواعد الحرب، قواعد الاشتباك، يعني تأمين كل المواقع الخاصة بالمواطنين المدنيين الأبرياء، وأيضا تأمين المواقع الخاصة بالممتلكات الخاصة للمواطنين. لكن في الحرب محمود كما هو معلوم أن كل شيء يعني يمكن أن يكون تحت هذه المظلة، مظلة الحرب، قد تكون هي فرصة يعني عصابات، قد تكون فرصة للذين يريدون الحصول على يعني أو التكسب من خلال يعني هذه الانزلاقات الأمنية أو هذه التوترات الأمنية. يعني هل يعني سوف نشهد ازدياد وتيرة هذه العمليات يعني العمليات السالبة التي نشهدها في الأسواق، حرق الأسواق، أيضا هنالك نهب للأسواق، يعني ليس هنالك أحد يحدد من فعل ذلك، يعني إنها الحرب، يعني كل شيء أنت من الأعمال السالبة يمكن أن يكون هنالك طرف من الأطراف يغتنم هذه الفرصة، فرصة الانزلاق الأمني وفرصة التوترات واغتنام فرصة أيضا اشتباك الطرفي الاقتتال الجيش والدعم السريع. يعني هنالك العديد من عمليات الحرق، حرق لسوق بحري، حرق لعديد الأسواق إذا كان هنا في مدن الخرطوم الثلاث أو في مدن في الولايات السودانية المختلفة. يعني الحرب لديها كما هو معلوم آثار إنسانية، آثار أيضا بالاعتداء على ممتلكات المواطنين، أيضا دمار للممتلكات العامة. الحرب لا تميز بين هذا ولا ذاك، الطلقات الطائشة يمكن أن تؤثر على أو يمكن أن تنهار على إثرها يعني مؤسسات كان يمكن أن تقدم الخدمات للمواطنين. يعني الطلقات الطائشة يمكن أن يعني تودي بحياة كثيرين، وهذا ما قد حدث فعلا أن هنالك العشرات من المواطنين الذين لقوا حتفهم نتيجة لهذه الطلقات الطائشة. يعني عندما نتحدث عن هذه الحادثة التي تحدثت عنها بأن هنالك عمليات سرقة أو سرقة أو عمليات نهب أو عمليات حرق، هي كلها تحت هذا السيناريو، سيناريو العمليات، سيناريو الحرب. فهذه الهدنة إن لم تتوقف فسوف تكون هنالك انزلاقات كثيرة، سوف يعني ينحدر الأمر إلى ما لا يحمد عقباه، سوف يكون هنالك ترويع للآمنين، الاعتداء على ممتلكاتهم، سوف تكون هنالك يعني الطلقات أنت لا تدري من أي اتجاه تأتيك، من أي طرف تأتيك. إذا كان هنالك طرف ثالث وفقا لكثيرين، هذا الطرف الثالث سوف يغتنم فرصة هذا الاقتتال، فرصة هذه السيولة الأمنية، فرصة هذا الانزلاق الذي تشهده العاصمة السودانية الخرطوم في مدنها الثلاث وفي عدد من المدن في ولايات السودان المختلفة التي أيضا انتقلت إليها شرارة هذه المعارك الدامية بين الجيش والدعم السريع. نعم.